الافلام بتاعت المعده. بص كده معايا، دي المعده. المعده طبعا زي ما انت شايف بتتغذى بشرايين واوعيه، وفي دي اعصاب. الاعصاب دي نبضات بتغذي المعده، يعني يقول لك فاجل ديستشارج، عندنا باراسيتك وهكذا، باراسمباثيك. المهم بتنزل الاكل في المعده، المفروض ان الاكل اللي بينزل في المعده بيفرز عليه حامض هيدروكلوريك يقتل البكتيريا واكله، ولازم تسيب حته فاضيه في المعده كده عن ايه؟ هينزل فيها شويه سوائل، شويه غازات، شويه حاجات تهضم في الاكل. الاكل يفضل يتهضم 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 يتهضم، ها؟ خلاص؟ كل ما بينزل اكل وتملى المعده كده انت بتضايق المعده في الهضم. يعني لو المعده اتملت انت ضيعت الدنيا. لكن مع ذلك كل اهو بص ده المريء بينزل اهو، وبعدين المعده اتملت. زي ما في ترتيب للدخول في ترتيب للخروج. ترتيب للخروج اهو، بعد ما الاكل بيتهضم ويتحول الى بولس يخرج بقى عن طريق الاثنى عشر. بص بقى يخرج عن طريق الاثنى عشر، وكان عندك ثلاث فتحات شبه بعض. فتحه في اول المعده اللي هي بيقولوا عليها فتحه الايه؟ البواب، وفي فتحه اسمها فتحه الفؤاد او العكس، وبعدين بتعدي على اهو. بص ادي الانقباض بتاع المعده، انقباض المعده، انقباض المعده يؤدي الى ايه؟ خروج اهو، حتت حتت كده، فتفيت فتفيت. وساعات بعض الناس بيسمعوا اصوات المعده. يعني ايه يسمعوا اصوات المعده؟ يعني حاسس ان هو سامع المعده وهي بتصرف، بتقعد خمس ست ساعات كده، وبعد كده ربنا ياذن بقى ايه؟ تفضي المعده. لما تفضي المعده خلاص عملوا ايه؟ عملوا كبسوله كده وفيها منظار. بص المنظار ده، المنظار ده في كبسوله صغيره، واحد بلعها اهي، كبسوله زي كبسوله الدواء فيها منظار، راجل بلعها، وطبعا بنتتبع المنظار ايه؟ من بره. بص بقى معايا، الكبسوله وقعت، ركز معايا، نزلت اهو، الراجل قاعد اهو زي الفل. هنتتبع الكبسوله بقى على الايه؟ على الشاشات من بره اهو. الكبسوله نزلت، بتصور بقى، بتصور مريء وبتصور معده وبتصور اكل اهو. الجراثيم والكتل البيضة دي كولونيز، يعني ايه؟ كتل بكتيريا متكونه. خلاص؟ طيب احنا كلنا خضروات وكلنا حاجات، بيحصل ايه؟ بيحصل انها بتتهضم جوه. كل ده تصوير اهو، اهو اهو اهو، شايف اهو، ده تصوير داخل الايه؟ داخل المعده، والراجل بيتابعه بالاجهزه، الراجل قاعد اهو زي الفل، والكاميرا عماله تبعت صور للايه؟ للاجهزه. هو عاوز يعرف ايه اللي في المعده، عنده قرح، عنده اورام، مش بيهضم كويس ليه؟ طب المغص جاي منين؟ لغايه لما تيجي صوره معينه هيثبت الصوره دي، يقول بص اهو اهو اهو، شايف عندك فين؟ اهي الحته دي، اهي الحته دي كده شكلها متقرح، يعني شكلها ممكن تعمل لك نزيف، الحته دي فيها مشكله. خلاص اهي، هيركز عليها، هيعمل عليها فوكس، وبيوري الراجل اهو ده الفوكس بتاعه. خلاص ممكن يصور له فيلم ويقطع القط كده ويصوره له بالصوره معاه، اهي يا عم الحته دي فيها مشكله من جوه، فيها قرحه، فيها نزيف، فيها كذا. كلام كويس؟ طيب الراجل قاعد طبعا لقى في عيب معين في المعده، عاوز يصلح هذا العيب. ممكن نصلحه بايه بقى؟ ها؟ هنصلحه ازاي؟ اما ان احنا نصلحه بمنظار، اذا كانت قرحه نكويها، واما اذا كان في ورم نقدر نشيله، هقول لكم ازاي الافلام دلوقتي بتشيل الاورام، واما نعملها ابليشن مجرد نكويها، واما واما واما. كل دي علاجات لما اكتشفناها منه، ممكن بدل الكاميرا والكبسوله بنزل ايه؟ منظار. ففي المنظار اللي هو المنظار اللي بيطلع من الفم الى المعده، والمنظار ده بيعمل ايه؟ بيصور، وممكن يعمل حاجتين، لو لقى قرحه ولا حاجه يكويها، لو لقى دوالي في المريء بتنزف بيربطها، ها؟ يبقى ممكن يكوي وينزف ويعالج، يعني ممكن المنظار يشخص، وممكن المنظار ايه؟ يعالج. غير. تعال نشوف مثلا العلاقه ما بين الايه؟ الاكل وما بين الاجزاء الاخرى. تعالوا نشوف كده، لو انا عندي الم في البطن، يا ترى الالم في البطن ده ممكن يعمل ايه؟ طبعا لو انا عندي الم في البطن ممكن يبقى عندي بلوتنج، عندي شويه انتفاخات، عندي ترجيع، عندي ممكن يكون استومك ألسر، عندي قرحه في المعده، عندي التهاب جاسترايتس، عندي حاجات كتير جدا. كل ده ممكن يكون فين؟ في البطن. كده كويس؟ جري شويه. طيب ممكن ينتج عنه ايه؟ يا اما رجع، يا اما اعرق، يا اما يحصل الم شديد، يا اما كل دي اعراض موجوده عندي فين؟ في المعده. طيب ممكن تكون الابندكس، ممكن تكون الزايده، ممكن يكون البنكرياس، ممكن يكون الامساك هو اللي عامل لي المشكله، ممكن كل ده في البطن. طيب تعالوا نشوف، جري شويه.
تعالوا نشوف كده العلاقة ما بين الجت والبرين. يعني في علاقة ما بين المخ وما بين المخ وما بين القولون او الجت كله. في نيرف، في عصب من فوق بينزل وبينظم حركة القولون، ممكن يزود الديسك شارج، يعني يدي حاجات كتير. الديسك شارج دي احنا عندنا في اللاي، يعني ايه في اللاي؟ الخملات، بيسموها خملات الامعاء. خملات الامعاء دي فيها حاجات جميله جدا، حاجات تمتص الدهون، وحاجات تمتص السكريات، ها، وحاجات تمتص الامينو اسيدز، وربنا تبارك وتعالى عمل لنا ايه حاجات كده، خلاص. طيب هذه الاشياء ممكن تتاثر، او هذه التركيبات تتاثر بالتفريغ العصبي. يعني ممكن تفرمل القولون فيعمل امساك، او تسرع القولون فيعمل اسهال كده، كويس. بص كده الخلايا اللي موجوده هنا، دي الخلايا اهي، وعندنا خلايا تانية اللي هي متعدده الفروع، دي عصبيه ودي ايبيثيليال سيلز، خلاص. في بقى عندنا الطعام وهو نازل، شايف الايبيثيليال سيلز، يعني الخلايا اللي بيسموها اللي لها اهداب دي، الخلايا اللي لها اهداب دي ممكن تساعدك في ان الطعام يروح ويجي وتحركه، خلاص، علشان خلايا تانية هتفرز افرازات زي جوبلت سيلز وغيره، هتفرز افرازات، والافرازات دي بيأثر عليها افرنت نيورونز او حاجات جايه من الجهاز العصبي. كلام كويس. يبقى الجهاز العصبي لو مظبوط، الافراز مظبوط، هضم مظبوط، امتصاص مظبوط. لو الجهاز العصبي مدي بطء في الحركه، لا، هيبقى فيه بطء في الحركه، وهيبقى فيه عندنا بقى بكتيريا، والبكتيريا دي هتضطر تكتر وتدي غازات وتعمل لنا مشاكل و و و كل ده العلاقه ما بين الجت او القولون والايه والبرين. طيب تعالوا نشوف النهارده ايه بقى الفيلم الجديد بتاعنا. تعالوا نشوف النهارده بقى ايه الـ 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 القولون. القولون يا جماعه، المصارين بتاعتنا اهي، المصارين بتاعتنا. القولون ده عباره عن ايه؟ يعني ايه قولون؟ يعني الامعاء الغليظه، والامعاء الغليظه زي ما انتم شايفين كده اهي، حاجه كبيره جدا. لو انا عايز اعمل لها اختبار من تحت اهو، هخش اهو من الشرج اهو، الراجل ده حس ان فيه بولب او مشكله سد الامعاء، راح قاطعها. طب لو هي اقل شويه، بص بينظفها او بينظفها ويلحمها ويكويها. في ناس بيبقى عندها بوليبوزس، يعني عندها زوايد كتير داخل القولون، وبالتالي الراجل بتاع المنظار يقدر ينظف ده، وبالتالي القولون يسلم. لكن في ناس ما بيقدرش ينظف ده، فبنعمل ايه؟ بنضطر نقطع القولون. ولو قطعنا الحته اللي فيها المرض او الورم بنقطعها، ممكن نقطعها ونشيل الورم ونوصلهم ببعض تاني، ممكن نوصلهم ببعض تاني، نوصلهم ببعض تاني، خلاص. وممكن نعمل حاجه تانية خالص، ان احنا نقطعهم خالص، ولو عندي المستقيم او الريكتم تحت بايظ هضطر اقفله، اخيطه، واعمل فتحه شرجيه خارج البطن. اعمل فتحه شرجيه خارج البطن، اهي بقت فتحه، جزء من القولون خرمت له خرم في البطن من بره، وبقت فتحه شرج في البطن. ده موجود، ناس كتير بتيجي تكشف عندنا عندها فتحة شرج خارج البطن، بتفضل المفروض انها بتفضل مفتوحة لوقت. لو انا عندي الام والتهابات واورام في الريكتم او في المستقيم واتعالجت وبقى كويس، نرجع نشيل الوصلة دي او الفتحة الشرجية دي ونوصله تاني ببعضه. ولكن اذا كانت المنطقه اتدمرت، وده بعض الناس، وبيقفلوا فتح الشرج للابد وبيخليه عايش معاه. انا شفت ناس جايه تكشف في العياده، مش عايز اقول لك اللي بقى له 4 سنين وبقى له 10 سنين عايش بده. لا، ما بيقدرش يتحكم في الاخراج. ما دام ربنا احنا غيرنا الاخراج، يبقى هيحصل ايه؟ يبقى هيحصل ان انت هتغير المكان، اهو الاستنب ده اتفتح، ما بتتحكمش فيه، انما انت بتحط له كيس، هو اوتوماتيك بيمشي لوحده وبيملى، بتفضيه كل فتره معينه. واضح؟ وطبعا يعني الحياه بتبقى ربنا عمل مسار معين للاخراج، لما انت بتغير مسار الاخراج الدنيا بتتغير خالص. طيب تعالوا نشوف الفيلم الجميل ده. الفيلم الجميل ده بيقول الريتابل باول سندروم. الريتابل باول سندروم اللي هو القولون الاريتابل، يعني بيسموه قولون ايه؟ عصبي. الاريتابل باول سندروم ده تبص تلاقي قولون عصبي، كل ما يجي لي مشكله مصاريني تتنفخ، والاكل يتنفخ، والقولون يتنفخ، ولما القولون بتاعي يتنفخ بدل ما هو قد كده يبقى قد كده، ويضغط على الرئتين فيخنقني، خلاص. والاريتابل باول سندروم دون حاجه من اتنين، يا اما الاكل يجري بسرعه، فلما يجري بسرعه ينزل استول اسهال، اهو استول اسهال بسرعه 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 بسرعه،
يبقى كده انا عندي irritable bowel syndrome، يعني عندي قولون عصبي ولكن معاه اسهال. في واحد تاني عنده قولون عصبي بس الحركة بتاعته بطيئة. يعني ايه بطيئة؟ قولون عصبي بس معاه امساك، حركة بطيئة جدا جدا. الحركة البطيئة جدا جدا دي تؤدي الى مزيد من الامتصاص. يعني ايه مزيد من الامتصاص؟ يعني كل ما الفضلات تتبقى في القولون كل ما الامتصاص يزيد، فالفضلات تبقى عاملة زي الحجارة. يبقى الواحد عنده امساك شديد والفضلات صعبة جدا. يبقى ده عنده irritable bowel syndrome. واحد عنده قولون عصبي معاه اسهال، والتاني عنده قولون عصبي معاه ايه؟ معاه امساك. احنا عندنا الامتصاص المفروض ان انا عندي هضم في المعدة وشوية هضم في الامعاء الرفيعة حوالين السرة وامتصاص جزئي، والامتصاص الكلي للماء والعناصر كلها بيتم في القولون المصران الغليظ، القولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون او الصاعد والمستعرض والنازل. لو القولون ده، القولون ده بالمناسبة طوله مترين، من 180 سنتيمترين، الامعاء الرفيعة 6 متر حوالين السرة، المترين بتوع المصران الغليظ دول هما اللي فيهم الخير. لان لو المصران ده ما بيمتصش والحركة بتاعته سريعة على طول اسهال اسهال اسهال. لو القولون ده المصران الغليظ ده بطيء الحركة وبيمتص بعنف، هتلاقي الفضلات بتعور وفي امساك، ومعاه بقى هيمورويدز ومعاه بواسير وشرخ شرجي كده. كويس، كلها دي حالات ايه؟ عصبية. الناس دي كسلانة وكل اللي عندها قلق وخوف وقرف. ماشي. طيب في عندنا فيلم تاني. الفيلم ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا يعني الكولونسكوبي. احنا ليه بنعمل كولونسكوبي؟ ليه نعمل ميكروسكوب او ندخل يعني اندوسكوب في القولون؟ ليه بعمله؟ انا بعمله اولا لو انا عندي براز فيه دم، لو انا عندي امساك دائم بيتعمل كل 10 سنين بعد سن الخمسين سنة. خلاص بنعمل كده ليه يا جماعة؟ في ناس عندها تاريخ عائلي عندها سرطان قولون، الناس ديت عندها تاريخ عائلي بيجيب دم مع البراز، امساك كل 3 4 5 ايام، كل ده لازم اعمل له ايه؟ لازم اعمل له كولونوسكوبي دي، او اعمل له ايه؟ منظار من الشرج. طيب بنعمل ايه؟ بنكتشف ايه في منظار الشرج ده؟ ممكن الاقي في منظار الشرج ده حاجات كتير جدا. ممكن الاقي ده مثلا مشكله، ممكن الاقي مثلا امساك، ممكن الاقي دايفرتيكولوزيس، حاجات كده داخله جوه النسيج، ممكن الاقي بوليبوزيس، ممكن الاقي حاجات كتير. بص معايا كده، لو انا قلت كده ان انا ليه اعمل كولونوسكوبي او ليه اعمل اندوسكوب او اعمل منظار من الشرج، بعمل منظار من الشرج ده ليه؟ عشان الناس اللي بيجيب براز دم عندها تاريخ عائلي عندهم سرطان قولون، عندهم. طيب في هيستوري؟ في هيستوري. طيب خلي بالك معايا، انا بدخل بقى بالمنظار اهو بينور وبينور لي وانا ماشي وبيصور ومعاه كاميرا وكل ده. ممكن يدلق فيه بوليبس، حاجات طالعه لجوه زوايا الداخليه كتير. ممكن يكون في دي بري كانسر، ممكن يكون بعضها بيتحول لكانسر. يعني في ناس كتير عندها بوليبوزس او زوائد، اهي دي اسمها زوائد بوليبوزس، اهي دي زوائد داخل الايه؟ القولون. الزوائد داخل القولون دي لو التهبت تتحول الى ايه؟ كانسر. طيب غير. طيب انا بعمل المنظار ده كل 10 سنين بعد سن الخمسين، وبعدين ممكن اكتشف فيه حاجات كتير جدا. يا اما ان انا اشوف في سرطان في عندي، ممكن اشيله بالجراحه في اوله، قدرت اشيله بالجراحه عن طريق المنظار ده فضل من ربنا ونعمه، ما قدرتش اشيله بالجراحه وتحول، ده موضوع تاني. دي الاسره اللي عندها تاريخ في كانسر.